أهلا بكم مشاهدينا إلى هذا الموعد الإخباري. وبداية استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الثلاثاء رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حسني، وذلك بطلب منه. وفي تصريح للصحافة عقب الاستقبال، ثمن رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي حسني موقف الدولة الجزائرية بقيادة رئيس الجمهورية في مناصرة الشعب الفلسطيني ودعم القضية الفلسطينية. تشرفت اليوم باستقبال السيد رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون، وهذا بطلب مني نظرا للوضع الدقيق الذي تمر به البلاد وتمر به الأمة الإسلامية قاطبة. قد كان اللقاء فرصة للنقاش والتشاور حول مختلف القضايا التي ينبغي علينا من واجب المسؤولية الأخلاقية والمسؤولية السياسية إبداء الرأي وإبداء الملاحظة وإبداء التساؤل حولها، القضايا التي تعني وطننا بالدرجة الأولى والقضية الفلسطينية التي الآن أصبحت القضية الأولى التي يتعامل معها الرأي العام الوطني والرأي العام الدولي والإقليمي. وقد ثمنا الموقف الجزائري وخاصة الحراك الدبلوماسي والموقف الإنساني والموقف القانوني وكل المواقف التي تبديها الجزائر من أجل مناصرة الشعب الفلسطيني ودعم القضية الفلسطينية ودعم إخواننا الفلسطينيين في غزة وفي أرض فلسطين. أيضا هناك قضايا ذات اهتمام وطني كانت محل نقاش ومحل تشاور، على رأسها الجبهة الاجتماعية وعلى رأسها الوضع الاقتصادي في البلاد وعلى رأسها الاهتمامات التي ينبغي على الجزائريين التوجه نحوها من أجل صناعة توافق وطني يجمع الجزائريين حول رؤية تطور من هذا البلد وترتقي به وترفع من قدراته وإمكانياته من أجل تحصينه والدفاع على وحدته وحدوده، ومن أجل أن يتجاوز هذا الظرف الإقليمي والعالمي الصعب وهو متماسك وكل الجزائريين على قلب رجل واحد من أجل تجاوز كل الصعوبات، لأن الجزائر دولة محورية في إفريقيا، دولة محورية في الحوض المتوسط، دولة أصبحت ممثلة في مجلس الأمن الدولي، وبالتالي لها رأي ينبغي أن يكون مسموعا، ينبغي أن يكون مؤثرا في توجهات الأحداث. اللقاء كان فرصة طيبة جدا للاستماع للسيد الرئيس من خلال الشروحات التي تفضل بها في إطار القضية الفلسطينية وفي إطار الشأن الوطني والدولي وفي إطار الشأن الاقتصادي المحلي. نأمل أن يكون هذا التشاور دائما هو فرصة للجزائريين من أجل الاقتراب من بعضهم ومن أجل التشاور حول الملفات التي تحقق وحدة الجزائريين حول بلدهم وحول وطنهم من أجل حمايته ومن أجل تطويره ومن أجل ازدهاره. شكرا لكم. في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى جمهورية رومانيا، أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف ببوخارست محادثات مطولة مع نظيرته الرومانية لومينيتا أودوبيسكو. وقد تركزت هذه المباحثات حول تقييم علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مختلف المجالات كالتجارة، الطاقة، التكوين، التعليم العالي والفلاحة، وكذا الوقوف على عمل الآليات التي تؤطر العلاقات الجزائرية الرومانية. كما استعرض رئيسا دبلوماسية البلدين تطورات الأوضاع على الصعيدين الإقليمي والدولي، وتبادل وجهات النظر بشكل خاص حول القضية الفلسطينية، وأحاط بعضهما البعض وتقاسما تحليل والتقييمات حول المستجدات في منطقتي انتماء كل من البلدين، لا سيما تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وأزمتي مالي والنيجر إلى جانب قضية الصحراء الغربية. واستقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف من قبل رئيس مجلس الشيوخ الروماني نيكولاي يونيل سيوكا. وقد شكل اللقاء فرصة للتأكيد على الإرادة السياسية القوية التي تحدو قيادتي البلدين في إعادة إحياء الإرث التاريخي المشترك واغتنام الفرص المتاحة لتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين. تواصلت الغارات المكثفة على قطاع غزة في اليوم 32 من العدوان الصهيوني، وارتفعت معها حصيلة الشهداء إلى 10,000
328 شهيدا وأكثر من 26 ألف جريحا. وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة في دير البلح ومخيمي المغازي والشاطئ في حي الزيتون، كما استهدفت بالقصف مبنى تابع لمستشفى الشفاء ومحيط المستشفى الإندونيسي شمال القطاع. ينظم الهلال الأحمر الجزائري بولاية سوكراس أبوابا مفتوحة لجمع التبرعات الموجهة لفلسطين. التبرعات تتمثل في ألبسة وأفرشة وأدوية وخيام بالإضافة لمواد غذائية. نتابع في ميكروفون حسن طرابلسي. قامت اللجنة الولائية للهلال الأحمر الجزائري لولاية سوكراس وتنفيذا لتعليمات رئيس الهلال الأحمر الجزائري بفتح نقطة ثانية لجمع تبرعات لفائدة سكان فلسطين، وهذا ببازار الرحمة شيك بالتنسيق معه بجانب جامعة محمد الشريف مساعدية. مخازن الهلال الأحمر الجزائري راهي مفتوحة ومحطوطة تحت تصرف جميع المواطنين وجميع المتبرعين. التبرعات اللي نستقبلوها تكون أفرشة، أدوية، ملابس، مواد غذائية. أنا كمواطنة جزائرية جيت اليوم باه نثمن المبادرة اللي عملها الهلال الأحمر الجزائري، والأبواب مفتوحة لجمع التبرعات نحو إخواننا الفلسطينيين. أنا مواطنة من ولاية سوكهراس، نثمن المبادرة اللي داروها تاع المكتب الهلال الأحمر، ونطلب من جميع المواطنين أنهم يقدموا المساعدات لخواتنا في غزة. كيوتنا يتزيرية الأبطال من سوكهراس، نحن نطلب مجهودات كل المجهودات لخيوتنا الفلسطينيين. لازم نعدلوا مبادرة هذه باش بالإمكانيات. أشرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن على افتتاح الدورة العادية 71 للمحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وأكد في كلمته حرص الجزائر على الدفاع عن مصالح إفريقيا وعن حق الشعوب في تقرير المصير. تفاصيل أكثر في تقرير نور الهدى إغبريوان. حقوق الإنسان والشعوب. النموذج الجزائري في مجال حماية حقوق الإنسان خبرة وتجربة رائدة إقليميا ودوليا من خلال ترسانة من التشريعات القانونية والآلية المؤسساتية التي مهدت لها الطريق لتجديد عهدتها في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2023-2025. لقد كلل سعي بلادنا للدفاع عن هذه القيم عبر مختلف المنابر القارية الإقليمية والدولية بتقدير المجتمع الدولي، وترجم بانتخاب الجزائر عضوا غير دائم في مجلس الأمن مدة سنتين وإعادة انتخابها بعهدة جديدة في مجلس حقوق الإنسان للفترة 23-25. جزائر لطالما اعتلت المنابر الإقليمية والدولية لتؤكد ودون تردد تمسكها بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وعلى رأسها حق الشعوب في تقرير مصيرها. الجزائر بدورها الرائد في إفريقيا حريصة كل الحرص على الدفاع عن قضايا ومصالح هذه القارة والدفاع عن حقوق الشعوب وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير. مسار الجزائر الحافل بالنضالات ومساهمتها الفعالة في الدفاع عن العدالة والسلم أضحى اليوم مصدر إلهام للعديد من الشعوب على رأسها الإفريقية. الجزائر ضمن العدد القليل من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي التي تنشط في مجموعات الهيئة الإفريقية 3 التي تنشط في مجال حماية حقوق الإنسان. هذا يظهر التزام الجزائر بتحقيق عدالة قوية حرة ومستدامة في القارة. الجزائر مقاربة والتزام راسخ مبني على أسس إيمانها بأن تحقيق الأمن والسلم الدوليين لا يكون إلا بتنسيق الجهود والتمسك بالقوانين والمواثيق الدولية.
هذا وأعربت القاضية بن صولة الشفيقة عضو في المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عن رغبتها في أن يكون احتضان الجزائر للدورة العادية 71 للمحكمة بادرة على استعداد الجزائر لنشر إعلان اعترافها باختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. أتمنى أن يكون احتضان هذه الدورة بالجزائر بادرة خير على أن فعلا الجزائر سوف تقوم بهذا الإعلان إن شاء الله. أقول وأكرر هي أولى لأن العمل يقوم به الرئيس يقوم به الحكومة يقوم به القضاة يقوم به الجزائر بصفة عامة يعني هو دليل على أنها تؤمن بحقوق الإنسان. من جهته أكد وزير العدل حافظ الأختم عبد الرشيد طبي أن انضمام الجزائر إلى هذه الآلية نابع من يقين وطني بأن تكريس حقوق الإنسان والشعوب يحتاج إلى حماية قضائية ملائمة. إن الانضمام إلى هذه الآلية نابع من يقين وطني خالص بأن تكريس حقوق الإنسان والشعوب يحتاج إلى تقرير حماية قضائية ملائمة وملازمة تكفل اقتضاء هذه الحقوق في حال انتهاكها أو إنكارها، وكل ذلك يصب في مسعى بسط الأمن القانوني والقضائي كمقومين أساسيين من مقومة السلم والأمن في العالم أجمع، وهو ما دأبت عليه الجزائر منذ استقلالها إلى اليوم. وأشار وزير العدل حافظ الأختام إلى أن الجزائر تقدر أهمية العمل المشترك والتعاون الإقليمي والدولي في مجال حقوق الإنسان. فإنها تعبر الجزائر وتقدر تمام التقدير أهمية العمل المشترك والتعاون الإقليمي والدولي في مجال احترام حقوق الإنسان وترقيتها. عرض وزير الاتصال محمد العقبة الثلاثاء مشروع قانون يتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية على نواب المجلس الشعبي الوطني. وفي رده على انشغالات نواب البرلمان اعترف الوزير العقاب بوجود اختلالات في سوق الإشهار وأرجع ذلك إلى عوامل اقتصادية وأخرى تتعلق بكيفية منحه. يعني 400 قناة في الظروف الاقتصادية للجزائر وين ما عندناش مؤسسات منتجة اقتصادية منتجة كاش لا صغيرة لا متوسطة لا شركة كبرى، لأن هذه الشركات الاقتصادية عندما تنتعش الشركات يعني القضايا مترابطة، عندما تنتعش الشركات هذه الشركات هي تولي تبحث على وسائل الإعلام لتسويق إلى منتجاتها، هنا المادة الإعلانية تكون متوفرة وربما يكون فائض. احنا في هذا الوضع الاقتصادي الهش الإعلان اللي هو موجود يعني موجود الإعلان تابع للولايات الولايات والحكومات وربما وزارة السكن تاع المقاولين الأخير، وبالتالي مهما تدير يبقى مادة إعلانية غير كافية. وعرج وزير الاتصال في مجمل رده إلى الوضعية الصعبة للمؤسسات الإعلامية في الجزائر والتي أشار الوزير إلى أنها ساهمت بشكل مباشر في تراجع مستوى المادة الإعلامية. لأن الأوضاع الوضع تاع المؤسسات تاعهم أوضاع هشة. هذا هو الواقع، هذه الحقيقة. ما كاين اللي ما يخلصوش خلاص، كاين اللي يخلصوا بثلاث شهور أربع شهور، كاين اللي يعطي لهم تسبيقات برك إلى آخره، يعني وضع صعب. أنا الآن يجري التفكير أننا ندير صندوق وطني لدعم الصحافة والصحفيين والتكوين إلى آخره، يجري فيه التفكير، نتمنى أن يلقى القبول وبعدين نشوفوا كيف نسيروا الصندوق هذا، وليس بالضرورة أنه يغترف من الخزينة. كاين شركات ممكن نحيو لها نسبة من رقم الأعمال يروح الصندوق هذا. كاين مداخل الإشهار، مداخل الإشهار تروح للجريدة، شكون اللي يديها الناشر وصحفي. وعلى هذه نذكركم أنا أن السيد رئيس الجمهورية كل ما يتلقى معهم يقول لهم يا جماعة نظموا روحكم في نقابات، ديروا نقابة قوية وخليها تكلم باسمكم، نظموا روحكم، رانا نستناو.
كما أكد الوزير العقاب أنه لا يوجد تضييق على الصحفيين والحرية موجودة بالجزائر شرط التقيد بالآداب العامة وأخلاقيات المجتمع. الحرية حرية موجودة، ولكن ما كاش حرية بدون ضوابط، والدول الغربية تجارب كبيرة، ولكن هذا الضعف تاع الصحافة هو نجم يا ناس من قلة القدرات المالية. صحف هشة، وسائل الإعلام كلها هشة، وبالتالي الضعف المادي لوسائل الإعلام نعكس على الضعف التحريري. أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بيداري الثلاثاء العمل على إعداد استراتيجية وطنية للبحث والاستكشاف واستغلال الابتكار والابتكار المفتوح. وأشار الوزير كمال بيداري خلال إشرافه على منتدى المدرسة العليا للتجارة بإقليعة المنظم تحت شعار المؤسسات الناشئة من الباطن محرك دفع وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر إلى أن قطعه يعمل على تشجيع البحث العلمي وكل ما يتعلق بالتطوير والابتكار. الشركات الناشئة تعمل في مجال تطوير منتجات ابتكارية مختلفة، خدمات مختلفة، وكذلك نماذج اقتصادية مختلفة. إذن هذه الشركات أو هذه المؤسسات الناشئة ستكون أقمار صناعية تدور في دائرة المؤسسات الاقتصادية الكبرى، تقدم لها كل ما هو ابتكار مفتوح، وستساهم في إضافة قيمة مضافة للاقتصاد. كما كشف بيداري عن التحضير للدكتوراه في المؤسسات الاقتصادية مشيرا إلى أن النص في طور الإعداد. دكتوراه في المؤسسة الاقتصادية هو نص في طور الإعداد، وبالتالي يدخل في إطار تشجيع المؤسسات الاقتصادية سواء كانت عمومية أو خاصة من أجل تطوير البحث والتطوير وإنشاء وحدات للبحث والتطوير. ودعا بيداري الأساتذة إلى المساهمة كنخبة في تأطير الطلبة الراغبين في إنشاء مؤسسات مصغرة، وأيضا مناقشة ذلك في مشروع تخرج يتم تجسيده لاحقا في الميدان. بالنسبة لتحفيز الأساتذة، كل أستاذ يساهم مع طلبته في إنشاء مؤسسة ناشئة أو مؤسسة مصغرة في إطار مشروع التخرج يكافأ ماديا في هذا الموضوع. ومن جهته أكد وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة ياسين المهدي وليد عن خلق أفاق كبيرة للطلبة من خلال توجيه رؤوس الأموال نحو الابتكار مع منح تحفيزات ضريبية منها خصم 30% من الضرائب. الهدف اللي هو توجيه رؤوس الأموال نحو الابتكار ونحو الشركات الناشئة، الشركات الكبيرة اللي تقوم بالاستثمار في الشركات الناشئة تحصل على مزايا ضريبية جد معتبرة. كل المبالغ التي يتم استثمارها في رؤوس أموال الشركات الناشئة يتم خصمها من الضرائب. الشركات اللي تقوم أيضا بالاستثمار في البحث والتطوير معناتها ريسيرش ديفلوبمون تحصل أيضا على تحفيزات ضريبية تمثل في خصم 30% من المبالغ التي يتم استثمارها في البحث والتطوير بسقف 200 مليون دينار جزائري. وكشف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين المهدي وليد عن بلوغ عدد المؤسسات الناشئة المتحصلة على علامة لابل لأحسن مؤسسات ناشئة قرابة 2000 شركة. رقم مشجع، ولكن نظن الأهم شيء هو السرعة. معناتها اليوم هناك تسارع في النظام البيئي لشركات الناشئة، هناك حاليا عدد كبير من المشاريع التي يتم استقبالها أسبوعيا. مؤخرا كان هناك حتى ترتيب دولي، وإن الجزائر كانت لها مرتبة جد مهمة في عدد الشركات الناشئة. هذا يدل على أنه اليوم الثقافة داخل الجامعات تغيرت بطريقة كبيرة جدا.
هذا وشدد رئيس نادي المقاولين والصناعيين متيجة فتح عمورة على أهمية تسهيل عملية التواصل بين المؤسسات الناشئة والمؤسسات الاقتصادية الكبرى لتطوير المهارات واكتساب الخبرة في المجال. احنا في كل مؤسسة ندعم المؤسسة تاعنا باش تكون عندها خلايا لا ريشيرش ديفلوبمون باش تكون خلايا ريشيرش ديفلوبمون يفو سونيغ افيك لي غراند زيكول افيك لو سافوار كما قلت عليها قبيله لو سافوار هو اللي لازم يمشي مع المؤسسات. احنا زمان الله غالب والدينا كان مؤسسات عائليه كان ليميتي كلش ليميتي كنا منحصرين في ظرف معين، ولكن مع العولمه مع الانفتاح العالمي لازم لنا نكونوا قد المقام هذا ان شاء الله. شدد وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتونيا الثلاثاء على ضرورة اتباع منهجية تشاركية تشاورية بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين لترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات. الوزير زيتوني ولدى إشرافه بقصر المعارض على ورشة عمل حول الإجراءات البنكية والجمركية والضريبية الخاصة بعملية التصدير أشاد بالجهود المبذولة من طرف المؤسسات المصرفية والمالية والجمركية لدعم المتعاملين الاقتصاديين ومساندتهم الدائمة. أهم موضوع اللي كان يراود وكان مؤثر شوية على المتعامل الاقتصادي خاصة المصدرين وقطاع المالية بما له من أهمية كبيرة في تمويل ومرافقة المصدرين الجزائريين. واليوم خلال الورشة هذه بحضور السيد وزير المالية وهو مشكور بمرافقة كل الإطارات لوزارة المالية سواء المدير العام للجمارك، المديرة العامة للضرائب، المدير العام لأملاك الدولة، والمديرة العامة كذلك لبنك الجزائر يعني وقطاعات أخرى، كلهم كانوا حاضرين واستمعوا إلى انشغالات المصدرين، ليس فقط الاجتماع بل حتى يعني التفاعل مع الأسئلة تاعهم والتجاوب. هذا وأكد طيب زيتوني أن بلوغ الأهداف المسطرة يستوجب وجود إرادة مشتركة وعملية تشاركية بين المتعاملين الاقتصاديين ومختلف الإدارات الجزائرية. أن بلوغنا للأهداف هذه التي سطرها ورسمها السيد رئيس الجمهورية لا تكون فقط يعني بجرة قلم أو بإرادة نتاع المتعامل الاقتصادي لوحده أو بإرادة وزارة التجارة لوحدها أو وزارة المالية أو حتى مصلحة الجمارك والضرائب وكل المؤسسات المالية الحاضرة معنا، بل هي إرادة مشتركة، هي برنامج عمل، هي عملية تشاركية، هي عملية تقريبا نقدر نقول يعني تعاقدية بين المتعاملين الاقتصاديين والإدارات الجزائرية المختلفة من أجل تذليل العقبات وبلوغ هذه الأهداف. هذا وأعلن وزير المالية العزيز فايد أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة بين دائرته الوزارية ووزارة التجارة وترقية الصادرات ومنظمات أرباب العمل قصد التكفل بانشغالات المصدرين. وصلنا الى 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 النقطه ان تفاهمنا باش نكونوا لجنه من لجنه متكونه من ممثلين لارباب العمل ووزاره التجاره ووزاره الماليه باش نحاول نعالجوا كل الانشغالات والمشاكل التي طرحوها بفضل هذا الحوار بفضل هذا التنسيق بين كل الأطراف سنجد طبعا الحلول لكل المشاكل المطروحة وبالخصوص نحن اليوم في مقاربة جديدة مقاربة أن نغير النمط التسيير الاقتصادي بصفة عامة. من جانبه دعا رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري كمال مولى على ضرورة حماية المصدرين. لكم بأن النظام الجديد للتشاور يحظى بقبول واسع لدى متعاملين اقتصاديين وهذا ما يجعلني سعيدا. تقدمنا ب30 اقتراح على أمل الوصول إلى حجم 30 مليار دولار من الصادرات بحلول عام 2030. نعم إن التصدير مخاطرة مثله مثل ريادة الأعمال ومثل الاستثمار ونحن مستعدون لتحمل هذه المخاطرة ولكن ليس بأي ثمن مثل أن ننتهي وينتهي الأمر في السجون. وعليه
فإن اقتراحنا يتبصر ببساطة هي بتسليط غرامة مالية تبلغ ضعف الإيرادات المتوقعة، وهو بمثابة تقديم دليل على حسن نوايانا. قدمت الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين عديد التدابير والمقترحات التي من شأنها تعزيز وتحسين القدرة الشرائية للمستهلك الجزائري وضبط السوق الوطنية. تفاصيل أكثر في تقرير نسرين بوزيان. تخفيض الرسم على القيمة المضافة، رفع قيمة الدينار في حدود 30% بالنسبة للعملات الأجنبية، إلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي للأجور الأقل من 50,000 دينار جزائري. تدابير ومقترحات رفعتها الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين بغية تحسين القدرة الشرائية للمستهلك وضبط السوق الوطني. احنا كنا قدمنا مجموعة من الاقتراحات لتعزيز هذه الإجراءات اللي قامت بها الحكومة الجزائرية من أجل معناها إعادة تعزيز هذه الإجراءات، طبعا إجراءات القدرة الشرائية، تحسين القدرة الشرائية، أنها رفعت التجميد عن الاستيراد، معناها خاصة المواد الحيوية التي لا وجود لبديل لها هنا في الجزائر، قيام بتدابير لمكافحة المضاربة والاحتكار والندرة التي تشهدها بعض المواد الأساسية، تقنين وتسقيف أسعار بعض المنتجات، تسقيف هوامش الربح بالنسبة للمواد والخدمات الواسعة الاستهلاك، ودعم أسعار البقول الجافة وحليب الأطفال. من بين الإجراءات الأخرى المدرجة في إطار الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، الفتح التدريجي للاستيراد، وبدات وزاره التجاره يعني تدرس الطلبات نتاع المستوردين، وبدات تعطي الرخص نتاع الاستيراد سواء في المواد نتاع الكهرومنزليه ولا القطع الغيار، بدات نوع من الانفراج في هذا الاخر، وبدا السوق يتعمر حتى في الادويه. هي جملة من الإجراءات والآليات تعنى بتبني سياسة التخطيط والاستشراف حول الاستهلاك من أجل تحديد الاحتياجات الوطنية لضبط السوق والأسعار وتمكين المواطن من الوصول إلى مستوى معقول في نمط استهلاكه. هذا وأكد رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز خضوع كافة المواد الاستهلاكية للرقابة من طرف مديرية التجارة، خاصة من ناحية الأسعار. هذه القضية هذه نتاع السوبرات راها تخضع يعني مديرية التجارة اللي من المفروض تتحرك يعني وتشوف وتتحرى يعني الممارسات اللي يديروها بعض السوبرات سواء بالنسبة لبيع يعني المواد المنتهية الصلاحية ولا حتى في قضية الأسعار، يعني التلاعب بالأسعار، يحكموا يعني كبشوا المفتشين تاع الرقابة هذه الممارسات الغير يعني أخلاقية اللي راهم بعض التجار، ما نقولوش كلهم يعني بعضهم، كاين الحمد لله لي سوبيرات اللي هما متحكمين في الوضع ويعسوا يعني ويحرصوا على المواد المنتهية الصلاحية ويجيروا يعني لي برودوي تاعهم. أمنيا تمكنت فصيلة الأبحاث للمجموعة الإقليمية لدرك الوطني ببومرداس من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالمخدرات، وأسفرت العملية عن حجز 52 صفيحة من الكيف المعالج بوزن إجمالي يقدر ب 5054 غرام وقرصين من نوع بريغابالين من 300 غرام، ومبلغ مالي قدره 188,500 دينار جزائري من عائدات المتاجرة بالمخدرات وهاتفين نقلين. في إطار مكافحة الجريمة بشتى أنواعها عبر أقليم اختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس، تمكنت فصيلة الأبحاث من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالمخدرات، بعد الحصول على معلومات تفيد بوجود جماعة إجرامية تقوم بالمتاجرة بالمخدرات، تم تنشيط عنصر الاستعلام لتحديد هوية ومكان المشتبه فيهم، ومن خلال وضع خطة أمنية محكمة تم توقيف 3 أشخاص وحجز كمية معتبرة من المخدرات. أسفرت العملية عن حجز 52 صفيحة من المواد المخدرة كيف معالج بوزن إجمالي قدره 5054 غرام، قرصين نوع بريغابالين 300 غرام، مبلغ مالي قدره 188,500 دينار جزائري من عائدات المتاجرة بالمخدرات، 2 هواتف نقالة تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.
إلى ولاية الجلفة، ومع قدوم فصل الشتاء تنطلق رحلة معاناة سكان قرية معلبة ببلدية مجبرة في البحث على قارورة غاز البوتاني في ظل انعدام الغاز الطبيعي. التقرير لطاهر دحمان. تتضاعف معاناة مدوح مع مطلع فصل كل شتاء، فحاله لا يختلف عن حال جميع ساكنة منطقة المعلبة بالمجبرة الذين يواصلون اقتناء قارورات غاز البوتان في ظل انعدام غاز المدينة بمنطقة يصل تعداد سكانها لأزيد من 800 ساكن. رانا نعانوا من ناحيه الغاز، ورانا قانكرو، وكاينين مرات نستناو الكاميو في الطريق نستناوه باش نعمروا التعلق. كل شتا رانا نعانوا كيما كل شتا، كل عام نقولوا راه تجي الغاز، راه يجي الغاز، ولكن ما كاين والو. القرعه هنايا رانا نجيبوا فيهم كل يوم، راه كثر خير، وهذا من الكامل اللي راه يجيبنا كثر خير. راك الصباح كنت تشوف هنا هاي وين، شوف هذا الجي الطريق هاي وين، رانا نعمروا، يستناو الصباح على السبعه يستنى الغاز اللي راه عنده قرعه راه عايش فيه هنا. واما بخصوص هؤلاء الاطفال فمعاناتهم مع برد الشتاء لا تختلف سواء كانوا في منازلهم او في مقاعد الدراسه. كاش كاع الغاز في ليكول ما كانش، في الدار ما كانش، وين ما نروحوا نقلصوا في الدار في ليكول كاتنا قلب برد. احنا نجرو على الغاز بقرعه ب 20000 وتكر عليها ب 60000 في ولايه مش عيب. انا في الولايه 6 كيلو بيني وبين الولايه الغاز ما عداش، انا نعاني في الدار، ذراري يعانوا في الليكول. واما من ناحيه المسؤولين المحليين بالبلديه فتحركاتهم حسب السكان هي اشد بروده من بروده شتاء هذه المنطقه. نهايه هذا الموعد، الى اللقاء.